يوم غد سوف تكون جلسة مهمة يحضرها قادة من القوى السياسية والفنيين من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية وكذلك من المستشارين القانونيين لمناقشة مسودة مشروع قانون النفط والغاز. في المرحلة الماضية كان هناك نقاشات على مستوى الوزارتين النفط الاتحادية والثروات الطبيعية وصلوا إلى مرحلة يحتاج وجود السياسيين والقانونيين. هناك وجهات نظر تحتاج قرار سياسي. يوم غد سوف تبدأ هذه الاجتماعات حتى ننضج مسودة القانون ونعرضها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله بعد التوافق عليها أمام مجلس الوزراء، ومن ثم نذهب إلى إجراء تشريع هذا القانون المهم والحيوي الذي ينظم أمور الثروة المتعلقة بالنفط والغاز.